تنفيذ تعليمات القياده وفي اطار المراقبه العمل الإقليم خاصه مواقف الشريط الحدودي من اجل محاربه الجريمه المنظمه والهجره غير الشرعيه تمكن افراد سايه 13 بعبد الله بمعيه افراد الفرقة الاقليميه للدرك الوطني ببني بوسعيد من ضبط سبع احميه كانت محمد المخضيات اختارقت شريط حدودي بعد القيام بتفتيش وتطويق المنطقه تم حجز سياره من نوع لاغونا بعد تفتيشها تبين أنها محملة بكمية معتبره من الكيف المعالج بوزن إجمالي قد يابي 7 قناطي و88 كيلوغرام و500 غرام